مرتدين زي هم الذي يقدمون فيه الخدمات الصحية في مؤسساتهم. تظاهر المئات من ذوي المهن الصحية في ذي قار محددين 4 مطالب مهمة يعتقدون أنهم يستحقونها مثل ما تستحقها الكوادر الطبية الأخرى. التظاهرة شارك فيها أغلب ذوي المهن الصحية في ذي قار، والتي انطلقت من أمام دائرة الصحة وانتهت عند مجلس المحافظة، إذ سلمت المطالب لأحد أعضاء المجلس. رفع نسبة الخطورة من 50% إلى 100%، وكذلك رفع التسكين. أنا بتماس مع المريض، والطبيب يشوفه مرة واحدة الصبح، الطبيب 100% وأنا 50%، فنطالب برفع مخصصاتنا إلى 100%. سوف تستمر الملاكات التمريضية والمهن الصحية بالاعتصامات حتى تحقيق المطالب. ويتوقف البت بالمطالبات التي حددها المتظاهرون بدوائر القرار المختلفة سواء المحلية أو الاتحادية، لكنهم التجأوا إلى مجلس المحافظة، والذي على ما يبدو لا يملك إلا خيار مخاطبة تلك الجهات دون الوعود بحل جذري. نحن استقبلنا طلباتهم جميعها اللي تخص المحافظة مع دائرة الصحة ومع البلدية. سوف يكون هناك اجتماع مع هذه الدوائر ومع المختصين، والطلبات اللي تخص الوزارات سنرفعها ونتابعها. نحن مع هذه المطالب ورفعنا هذه المطالب، ليس هي السبب في دائرة الصحة، رفعت من دائرة الصحة ومن المحافظة إلى وزارة المالية. غياب العدالة عن سلم رواتب موظفي الدولة والتباين والفروقات الكبيرة بين وزارة وأخرى أو حتى ذات الوزارة سيجعل من مشهد التظاهرات لهذا السبب يتكرر يوميا. من الناصرية، أحمد السعيدي، الحرة.